يعني خاصة أصحاب المصرف. ومش معقول أن يكون ثم إنتاجات بالعين المجردة تشوف الناس قاعدين يتابعوا في أعمال قاعدين يناقشوا فيها، تشوفوا الصحافة المكتوبة قاعدة تناقش، بعدين تفاجأ أنه القنوات التي أنتجت مثلا أو هي المسلسلات اللي الناس يتابعوا فيها تلقاها في مؤخرة الترتيب. وهيك ثم شك الحقيقة، والشك هذا نزيد أقول لك حتى فين يمشي، لأن ثم شكاوى قاعدة توصل للهيكل، يمشي إلى أنه أصبح هناك تنسيق بين بعض وكالات توزيع الإشهار وبعض وكالات اللي تقوم بقياس نسب الاستماع والمشاهدة، ثم توجيه للإشهار. هذا هو نسميه الأشياء بمسمياتها، يعني هذا الشكاوى اللي قاعدة تجي. نفسروا فما ديزاجونس، وانا باش نفسر زيدا معاك، فراو فما ديزاجونس، فما اللوبيات متاع ديزاجونس اللي هم يتعاملوا مع ديشين، ومقابل ذلك اللي شين يشيخوهم معناها بالحق، ونعرف وقول ونتحمل مسؤوليتي معناها إيزون بريفيليجي يخلصوهم تحت الطاولة، وفما متوجيه للنوعا ما الإشهار القنوات ولا البرامج معينة هكيك يعني. والوديمات يعاون حتى كي يوريه عارفه يقول له شبيك حطت لي بوب، حتى مول المول، حتى لي زاجونس هما كي جير لي بيجي، حتى كي مول المول يجي يقول لك شبيك حطت لي في البرنامج هذاك، وهاي مرتي ما عجبوش ولا جاري قال لي درشنا، ويقول له ليه هاو من نسب المشاهده يسكت. عندي لي شيفت سيسا. اذا احنا بالنسبه لنا ما عندناش ادله يبغى في هذا الشان، ولكن عندنا شكاوى تقول في الشيء هذا، وصف في الشيء هذا، وخاصه نحكي لهنا أصحاب المؤسسات اللي يتشكوا واللي فيهم حتى يقولك أنا ما عادش أخي مستعد باش ننتج. دونك اللي يتم التحكم فيها بهذه الطريقة أنا مانيش. نحن شنو عملنا؟ عملنا قرار سابق أنه لا يحق للوكالات هذه أو اللي يقوموا الشركات اللي تقوم بقياس نسبة المشاهدة. لا يحق لها تقيس نسبة مشاهدة من تلفزة أو إذاعة إلا بإذن منها. فاش قام انت تتطوع هكذا من غير فلوس؟ لانه حد في العالم ياخذ فلوس باش لانها مكلفه العمليه. هنا ينجم يطرح السؤال، تقول علاش يقيس هو؟ علاش يتعب في روحه؟ ما ياخذ حتى فرنك. فاش قام العمليه هذه؟ لهنا يولي نوع من الشك، لانك المآل نتاع العمل هو عمل تجاري في نهايه المطاف. الهدف تاع ربح هو ربح مشروع، يعني لانهم ثم جهد وثم مصاريف باش يقوم بالعمل هذا، ثم ناس، ثم موارد بشريه تقوم بالعمل هذا. فقلنا ما عادش يحق لك انك تقيس نسبه استماع او مشاهده الا باذن من تلك القناه. قلنا ان وسائل الاعلام ما يحق لهاش ايضا انها تخرج هذه النسب اذا كانت ثم ناس معارضين لانه اسمائهم وردت في هذه النسب. يعني هو المتضرر من النسبه، متضرر. توا ثم شك، يعني خرجت ديجا النسب وثم ميدياتيزاسيون للنسب هذه، وثم فهمتي قنوات تضررت وبدات تشكيل الهيبة فهمتي في الجانب هذا. يعني اليوم مثلا بدات فهمتي الشكاوى في الجانب هذا. فالمهم هذا علاش للحد على الاقل من الاضرار التي تلحق بهذه التلفزات او الاذاعات. واش باش وحسب الشكاوي باش تقوم الهيكل باش تعمل؟ لا الهيكل تقول يمنعوا على فهمتي هذه الشركات، لكن قاعدين نشوفوا نحن في دي كابتور دي كرون دي زوديمات في الحاله هذه. نحن شو عملنا السند القانوني لوسيله الاعلام انها هي تمشي للمحاكم ومع هذا السند القانوني، لانه يجب ان تكون الموافقه كتابيه. اوكي فهمتك. دونك انت اعطيته الاليه وكل واحد اعطيته الاليه واعطيته سند، لانه خيرك هيك خير. انا جو بونس كو سي اون بون ايدي.